في القرن الستاش كانوا موجودين في الجزائر تقدمات طبية كبيرة، خاصة بعد العصر الذهبي الإسلامي اللي عرف أطباء كبار كما ابن الرشد، أبو القاسم في الأندلس، ابن النفيس في سوريا، والقندي في العراق. عدة أطباء جزائريين تكونوا بفضل هاد العلماء، وكنا نلقاو في الجزائر مستشفيات في تلمسان، وهران، وبجاية، وإن كانوا يعرفوا يداويوا الإصابات كسر العظام، ويمارسوا حتى ثقب الجمجمة. الأطباء اخترعوا كان طريقة جديدة لخيط الجرح باستعمال الفك الأسفل تاع هاد الحشرة الصغيرة. الطبيب كان محترم بزاف، وكان في هاد الوقت يعيطلو الحكيم. كانوا الأطباء يستعملوا الأدوات الجراحية، الحجامة، وتقنية حرق وتكويه الجرح باش يحبسوا الدم. كانوا يداويو بالنباتات كما الحنة، الزنجبيل، جذور الخروب والريحان، ولا بالحجر والرمل السخون. وكانوا كانوا يبعثوا المرضى يديروا استحمامات في محطات المياه المعدنية، كما حمام قرقر في الصيف، حمام الصالحين في خنشلة، وحمام الشلالة المعروف بزاف تاع قالمة. كلهم قدم بزاف، واستعملهم حتى الرومانيين في العصر القديم. القابلة كانت كانا كيما الطبيبة ومحترمة بزاف في المجتمع. كانت مرة كبيرة في العمر اللي تعاون النساء في الولادة، وتعرف كانا استعمال النباتات الطبية. كانوا موجودين عدة كتب الطب من كل العالم الإسلامي وحتى بلادنا، كما كتب عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري اللي كان طبيب في ألجي، واللي دار قائمة 1000 نباتة طبية في قاموس كبير. كانوا معظم الكتب هادو موجودين في المكاتب الكبيرة تاع العاصمة تلمسان وبجاية. بصح كي دخل الاستعمار الفرنسي هدم وسرق كل شيء، وبزاف من الكتابات العربية والجزائرية هادي موجودة اليوم في المتاحف والمكتبات الأوروبية. هاد الشيء صعب البحث والدراسة اليوم على العلوم القديمة اللي كانت موجودة بكري في بلادنا. إن شاء الله الكل دادوا وربيش في المرضى ويبعد عليهم الشدة. نتلقى غدا في حكاية الزمان بكل فرحة وسعادة.